de l'application de ce décret. Donc, et sur cette base, la Cour d'appel de Paris, effectivement, le juge a refusé d'inscrire le ressortissant algérien et la Cour d'appel de Paris. لذا وعلى هذا الأساس وبعد رفض قاضي المراقبة تسجيل المواطن الجزائري قامت محكمة الاستئناف بباريس بحل هذا المشكل نهائيا بتبني النتائج التي قدمتها لدى المحكمة وشرح أن المواطن الجزائري يستطيع الاستفادة من هذا المرسوم مثله مثل المواطن الفرنسي ونستطيع إعفاءه وبعدها نطلب منه تقديم وثائق الإقامة وهكذا تحصلنا على حكم وحللنا المشكل بصورة نهائية. يقوم المواطن الجزائري بإنشاء تجارة ويتقدم لسجل التجاري في الغرفة التجارية. Mais moi, mon souhait maintenant, c'est le retour, parce que j'ai constaté, depuis que je suis arrivé ici actuellement en Algérie, qu'il y a de nombreux ولكن ما يسعدني حقا هو الرجوع لأنني لاحظت منذ رجوعي إلى الجزائر أن هناك العديد من الجزائريين الذين يستثمرون في الجزائر وهذا أسعدني كثيرا واكتشفت أشياء رائعة خاصة من الشباب الذين يستثمرون ويعملون وأنا أشجعهم على الاستمرار في هذا الطريق لأن المستقبل في الجزائر وليس في الخارج فالعكس هو ما يحدث فليست فرنسا التي ستحقق أحلام الشباب بل الجزائر وهناك العديد من الشباب المستثمرين في الجزائر وأنا فخور بذلك جدا. ما هو دوركم سيدي في قضية جون ماري لوبان يوم حاول مس العلم الجزائري؟ Oui, effectivement, Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il régnait au niveau du Front National, lorsqu'il était le président. نعم حقا جون ماري لوبان عندما كان رئيس الجبهة الوطنية. الآن ابنته ماري لوبان هي من خلفته وفي مرحلة كانت فيها الانتخابات قام بأخذ صورة لخريطة فرنسا وغطاها بالعلم الجزائري. ووضع عليها منارات بشكل صواريخ وكتب على أعلى الصورة لا للإسلاموية وصورة امرأة بحجاب أسود وهي صورة تستهدف الجزائر J'ai saisi le juge pour interdire la publication de cette image. قمت بطلب للقاضي يمنع نشر هذه الصورة التي تعتبر في رأيي إساءة للعلم الجزائري. وكان هذا بمبادرة من جمعية ناشطة في فرنسا والتي تسمى الفضاء الفرنكو الجزائري ويرأسها السيد أكلي ملولي. L'espace franco-algérien est présidé par Monsieur Akli Melouli. C'était sur son initiative qu'on a décidé justement de citer Jean-Marie Le Pen devant le tribunal. وبمبادرة منه تم استدعاء جون ماري لوبان إلى المحكمة الجنائية لنانتير. وهنا ما حدث هو أن القاضية قامت بتبرئته بالنسبة للقانون الجنائي. أما بالنسبة للقانون المدني فقد منعته من نشر هذه الصورة. والتي أراد استغلالها في حملته الانتخابية ليظهر بها أن الجزائر وراء الإسلاموية. Le tribunal
tribunal a estimé que pendant une campagne électorale, on peut toujours se permettre certains écarts de langage. المحكمة قدرت بأنه خلال حملة انتخابية يمكن دائما السماح ببعض الفجوات اللغوية ولذلك تم تبرئته ولكن من جهة أخرى منع من نشر الصورة ولم نستطع إدانته جنائيا وتحدثت مع المدعي العام في اليوم التالي عندما تحصلت على النتائج وقد أقر أنه لا يظن بإمكانية إدانته في محكمة الاستئناف ولكن المهم هو أننا تمكننا من منعه من نشر الصورة المسيئة للعلم الجزائري. C'est qu'on a réussi à lui interdire la publication de cette image qui porte atteinte au drapeau algérien. Voilà. ترافع سيدي اليوم في قضية السيد حمور المتهم بقتل زوجته في فرنسا. ما هي خلفيات هذه القضية؟ Monsieur Hamour est actuellement incarcéré. السيد حمور مسجون حاليا في سجن بواسي ومدان بثلاثين سنة سجن بسبب قتله زوجته pour avoir tué sa femme. Alors j'estime que condamner quelqu'un d'abord أنا أعتقد أنه عند إدانة شخص ما وعندما نقول أنه قتل زوجته يجب أن تكون هناك جثة للضحية وفي حالتنا لم يجدوا الجثة يجب كذلك توفير أدلة متطابقة تؤكد ذنب وإدانة المتهم في حين هذه الأدلة كانت مبنية على قطرة دم صغيرة للمتهم وهو السيد حمور شرح بأنه أصلح دراجة ابنه وجرح نفسه أثناء ذلك وقد أدلى بذلك بأنه جرح في قبو المنزل ثم صعد ليداوي جرحه وهذا يثبت قوله للحقيقة ومن الأدلة أيضا أنه تم العثور على قطرات دم الزوجة والتي تم التعرف عليها بمطابقة الADN Le premier jour lorsqu'ils l'ont interpellé, ils ont fait des recherches, ils ont fait une perquisition, ils ont recherché partout, à l'intérieur de la maison, on n'a relevé aucune trace de son, ni rien du tout. Et le lendemain, deux jours après, on revient, et c'est curieux qu'on fasse un travail approfondi, et on voit qu'il avait dit... عند استدعائه أول يوم قاموا بتفتيش المنزل ولم يجدوا أي أثر لقطرات الدم. وبعد يومين رجعوا وهو شيء يدعو للفضول أن يقوموا بتفتيش معمق ويجدوا من خلاله قطرات دم السيد حمور وقطرات أخرى لزوجته. Quand quelqu'un est présumé, donc on dit toujours présumé innocent, quelqu'un présumé avoir commis un crime, le crime il faut d'abord le mobile. وعلى هذا الأساس قرروا إدانته بعقوبة ثقيلة وهناك شيء آخر عند انتظار صدور الحكم الدافع الذي قدم من المحكمة هو أن الزوجين كانا في مرحلة طلاق وأن الزوجة اختفت ليلة قبل جلسة الاستماع في المحكمة من أجل الطلاق وهذا مثير للفضول أيضا لأن الزوجة أثبت لنا بأنه كان قد بدأ بالبحث عن مسكن وقام بكل الخطوات لذلك مما يبطل النظرية بأنه لم يقبل هذا الطلاق ولم يرد المغادرة وقد رأيت ذلك بنفسي في الملف لذا فهذه الرواية ليست لها مصداقية pour quitter sa femme. Donc, cette version ne tient pas debout. Voilà pourquoi j'estime que sur des éléments vraiment très fragiles, on a décidé de le condamner à 30 ans de réclusion criminelle. Condamnation qui a été confirmée par... لهذا أعتقد أن حكم الإدانة بثلاثين عاما كان على أدلة جد ضعيفة هذه الإدانة تم تأكيدها من محكمة الاستئناف الجنائية وكذا محكمة النقض بالإضافة إلى ذلك فقد تم احتجازه في الحبس الوقائي لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها وقد تقربنا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقضيته جارية حاليا
وطلبت إدانة فرنسا فيما يخص الإسراف في الحبس الوقائي، لأن القانون الجنائي واضح في هذا الخصوص، وينص على أنه لا يمكن حجز شخصا ما أكثر من سنة، ولكن السيد حمور حجز 4 أشهر زيادة على المدة المنصوص بها، وهو قالها بنفسه لأن اسمه ليس بيار أو بول، لذا تم الحكم عليه بهذه العقوبة الثقيلة. Parce qu'il s'appelle Hamour, je ne sais plus du prénom, et c'est pourquoi il a été condamné à une peine aussi lourde. Pour moi, si on a commis un crime, il faut qu'on apporte la preuve. Or, on n'apporte aucune preuve. بالنسبة لي إذا كانت هناك جريمة يجب توفير الأدلة، فهذا الرجل محروم من حريته مع أنه لا توجد جثة ولا يوجد دافع مقبول ولا أداة الجريمة، لا يوجد شيء، مع ذلك تمت إدانته، وهو أيضا يقول أنه أدين لأن اسمه ليس جون بيير أو بول، ونحن ننتظر قرار المحكمة الأوروبية من أجل الحبس الوقائي ثم ننظر في تبرئته نهائيا. هذا كل ما يخص قضية السيد حمور. Voilà pour ce qui est de l'affaire Hamour. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا من برنامج مقابلة خاصة. نشكر الأستاذ خالد الأصبر على حضوره معنا اليوم. نلقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.